نعم ريمي انا بحلوج عليك من نهج النهج انا القاضي انت عندي بغيت شو 20,000 والله راس حبك 16,000 ريمي وصلت على 20,000 انا البارح ها وسيد والله راس حبي جبت 20,000 خذت البراقه وخلصت الدقه على 10,000 تبي شكون يصفر لك براحك انت يا باهي 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 وقتي ايش باش تجي؟ باهي 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 حبك برش حتى يسرى سبعة الحياة ودي ناري بيجي صباح خير برجو ليه سيب علي يا لا بني لا بني صابين بس عصبيح شكبة يدي كرز سيد مش بيه صديق الكيز دي انت الايامات هتطل بازي ما تحب تطل يدي مش نطل بجاه ربي توذوكم سوز بنيت عبدتهم ومعبود ربي حفظت وجوههم وحفظتش فيهم راني يا ابو العز بروح خليني شعمتك نتفرج في التورة استغفر الله العظيم يا رب يبار انشت قاعد روح اسمع كلام خوف الكبير طانت فيه اهلا صباح الحمد لله وينك شعامله هان الحمد لله هون فركس في خدمه ليه في بزره كتبه ذاك المريض والله كيف ما ميثره وانت زياد تحب وراي نحبه مسيش معاه انا حقا لك العشرين مش تجيبها اليوم يا تقوى وخيتي البارح راك ما جتهالي مش تذلني على 20,000 يا اخي يا اخي ماك بطاله منين مش تجيبها هاك تراب ربي يا اخي انا لقيت خدمه قلت لي اوه خايتي خدمتنا جيتك على عين العوره يا اخي حرام راهو حرام اش بيكم يا اخي خدمه النهار ما فيها عار واحنا ما نخدموش بالليل وزيد حكايه الفلوس تنسيها جمله واحده تصرف على روحك وعلى ثمر وعلى امك كي نلزم حكيت حرام ما تقولها ليش يا اخي حرام على الولاد الكل كان ثمر شوف لنا اخويا وحده كيما في مخي وجه مدور ستيلا يطرش وكيك تعرفني نهون يا ولدي انا كلمتهم البنات عارفوا الروح متحاربه سعيد اي اذا عوده جديده صح يا كلنا في سلعه بنينه سلعه في تعرفني نهون راني باللي تحب يا ابو العزرا افرح بيا في سلعه جديده انا افرح فيك في راس ابن خلدون نشيط مع صاحبي منظمين يا ابو العز احسن يا حسن وين؟ هو قدام البيت صح وينك حسون يا غالي شبيك صاحبي حركتني وحركت الدار شبيك لاباس كلم فيك تليفونك مسكر حسن مكسر التليفون خويا شمك فيه ايه جيتك على 10,000 يا مش نحب منك 20 انا انت تسالني 20 مش تعطيك من 10,000 شدك ايه اشتغل مش تضل 10,000 ايه ياك خالصين في 10 تكرديني 10 وخل ترجع لي حماس انا صاحبي نكردي فيك ورس سميمتك نجات الغاليه غد وجهك ال 20 تاعك يدي ليه صاحبي برا صاحبي ليه من الجم بجاه ربي احسن تخليني كيكه بجاه ربي بجاه ربي باهي مريك لحظه عيش خويا الغالي دارة ملاسيك ماشي في بالك باش تخدم في الإذاعة ما يجيش حاكم تانا نواكلو فيهم وساعات يجيو يطلوا علينا هما ورايز تطلعش تشبه هنا يا خويا ايه معلم ما نحكي ليش ايه ورايز دي وعاكلنا فازت حكاية يا مصدر دي قد عمرها شو انت روش دي يا مترع يا ابو العز يا غالي لاخو لاخو وحدك من هم البنين عم الداخل بالجبي. يا هاك جيت وجبت الحجار مهدي معاك ويني مين هذه اللي احكي لي عليها عز الدين ردي لي ملك الجمال لا 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 ملك الجمال لا شيء ما سيسلنا عليها راهي اول مره اول مره اول مره اول مره ما براني اللي ما براني كل الجيطان يا ابو العز
يا هو البنين ما كذبش بالعز كيف قال لي راي بنين برش اي الدور لي قطوسة اسمع اخي درسني اول مرة اي اول مرة وعليش اول مرة ايش تعمل بها الفلوس الفلوس هي كل شيء وظروفي خايبة ما فهميش ما بشياتي عليه سابق نعاونكش كبرين تحكيش علي خير هذاك في ست قبل ساعات ليها يا معايش خويا في ساكن من رمي عفت روحي ليه مش بشي يصير حد شيء بفضل لما ننصحك حاجة سايب عليك مريخ بشتيح الوضي كنت اسمع كلامي بالرسمي نخرج نتمشى بشوية ونحكي بخير يا معلم كان خجيل من هي زي عزيزين دي 50 كيما تفهم باي معلم نبيع مش فاكر سلعة أما عزيزين ماهيش بلاستي راهي هيدي حسبها وقت عز سلام عزيزين نبديش تعمل هني ندخل بحدا البنين دي برا نمشي غير بها بنت تدخل انا ندخل عم زدين تحقرنيش انا وعندي 20 مال دي برا لازم تياك برا نمشي بعد عم زدين شبيك طرت فينا ما تربي ادخل ادخل صغر وندخل عم 20 ما تقولش ما واس ما زدت توبها في خوك كيما تفهم رجوع على فرجواس انسي ولا وعد هلا هي عندي فيك فيها صحيح ايه يا بسليشي لبدار شكور طل شو متلفة يا معنى نمشي شوية مش فتير لا يزيد تعدى تعدى سيادتك وحسب راحك ما شفتني تفضل هك تفضل شكون اللي وصلك البارح هذاك الحوم هذاك اللي خرجني من الهوا اللي كنت سيادتك باش تغرقني فيها شبيك تحكي بلا الغاز تقصد اسمعني اسمعني زيد الحديث ثوره كل شيء وفيك وخلي كل واحد يمشي على روحه خير ولا قول سي بون هو وفيك كل شيء معناه هذا بتحكي لي كيما تحكي على 3 سنين راك يمين 3 سنين 3 سنين وانا نحكي معاك ونحاول فيك باش نحي الزطله بعد كملت عليها شراب كلك ماشي نجم نبطل عادي ما تحكمش عليا كيا ما نجمش نحسب احلف قولوا راس امي باش نبطل زيد والله يا اخي فاش تخمم يا حبي فكرت بابا الله يرحمه الله يرحمه استحقها فلوس ليه هكا تاو تليفون صيتهم لي الجمعة اللي فاتت شدوني حتى للجمعة الجاية كان استحقيت حاجة قل عايشة قلت شي لأمك حقها على الخط بس أنا فيك أنت عارف باش تعطيني الدار هاي تاو برسمي أنا قلت لأمي نهار السبت إن شاء الله برسمي برسمي والله يا حبي ما نحبك تنور لي روحك وتوهرني نحبك تخرج عروس هاي يا حبي كان ناقصة حاجة قل في حنون شبيه وجهة مقلوب شفت حاجة في ثنية وانا جاي مقلقت هيا بيهي هاي ما حكيناش برشا البارح في التليفون ما قلتليش عرفت شكون قبلي باص زوز اكيد ايوا حبيتهم اي في وقتها حبيتهم اما توا ما عادش ايوا ما صار شي بيناتهم اوه ليه بتبيع شكون تحضري تعرفهم هذيك ايمان اللي حكيت لك عليها وقلت لك راني حبيتها على خاطر مهدي بدلتك من تعرفه ما كان كليون في القهوه اللي كنت نخدم فيها ماني قلت لك ايمن
الحمد لله انت هنا. طيب فطور؟ ليه والله مزتك جيت ممكن كنت مع مهدي وكفرمينا دات الخطبه زي وقتي على السبت شهر. طيب بنتي مثبته لي هي زي هني مهدي يا امي يا اخي مهدي بيه معايا بيه معايا ومش خليني نقص حد شيء وديجا مستوره معاه وداك ايش نحبه راه احنا الدنيا مش فلوس بنتي راه تبربي الحب شربحت منه يا امي حد شيء بيني على كيفك بنيتي راني تعبة من الخدمة نمشي نرتاح شوية طي عملنا حتى كعبتي نعظم باي 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 يا حبي وينك أنا فينا اجدار كمان باي باي ما عندك من توصل معك شكونك سامح بازري حكيت لك عنه ليه ما يهمنيش ماذا ماذا هو والماضي عمره لا يتنسيه وانتي تعرف يا بيه انا في ليلة في الحال السكة في الدار بك تعرف الدار بطبيعتك تخرر مرار عليك قط بتنا انت شريتها صاحبي المحتل فيه صاحبي كان مشينا في قطبيعتك انه وعلا بيها ريتي عالم اخر انا اللي منعتها الزوز تحكم بلا الغاز منعتها ما منعتهاش انا نعرف راح يتصلح ونحبها وتحب وفي الاخر مش نحبوا لبعض اي جيت احكي ولا في وجه الكلمة هذي كان يحكي معك يا اخي يا ديك ما في يهز ويسكت واحد ما يفهم يصير هو التمنى احسن يا حسون امشي يا برجال وينك شنيا ال10000 غيبتهم شهر مش ريحتك رسح بخر 10000 هذيك خذيتها تكيفها من وقتها راني بطلتها والخدمه اول دوب ما دبرت صاحب الخدمه في الجمعه الاولى فلوس جبت لك انت يعني يا حمد الله عليك دبرت خدمه خويا خلنا نرتاح وخويا من الكريدي خويا مرجني حتى انت وخي راك مرجت خويا على 30000 حصونه كرديتها من عندك خويا في الجنه جاب ربي تسربونا في السم صاحبي في القر شنيا تو ولات سم كان شيخدر ملوك وتجري عليها ومش نعرف شنيا برا برا صاحبي برا 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 طير ومنا دارنا برا معلم شكب شويه برا طير صاحبي عاد شنيا تو نلعب ولينا كيك شوفوا دقوا حتى نشوفوا من عروس مهدي ما حكيت لي عليه كان كل خير مش باش نلقى خير منه خسارة تا ما عندكش بنتك اخرى ولا راني حتى انا زدت خطبت هيا قومي ما نفرحنا بالضيف نسيت والله وانتي وليدي من طوا تخمم في العرس تخمم في قرايتك ومستقبلك قبل ليه نفرلك تا يعني اما كان نلقى ما نقولش ليه يا حلوف Thank you.
ورحمة أمي ورحمة بابا في خبرهم الزوز راني بطلت، ورحمة أمي ورحمة بابا وراسك الغالي لعاد نرجع لك الخمجة هذي. أنا راني نحس بيك، واللي كلمتني في التليفون وسمع صوتك عرفت لي أنت صادق. تعرف كيما جيت الشراب بالزبط، لا عمري ما نسلم فيك وعمري ما يصير لي ساعة. أنت عديت من السكيبة مسيبة نسين ضامن لك مستقبلك وجيت تبعي في واحد دعوة الفقري كيف هي أنا. تعرف قبل كنت فرحة مسلسلاتك نلقى واحدة فقيرة وتقول لي على واحدة غني وقد نقول ملا بيمة ونضحك عليها. لا وليت أنا ملا بيمة. السلام عليكم. 1 2 3 4 5 Je vais se jouer. 1 2 3 4 5 تفتح شوي. كتفك اليمين تمشي تحت اليسار. 1 2 يمين. نعم. بالك اللي فما الحكاية اللي تو حكينا فيها. نعم. إن شاء الله خير. قول لي شو عملت. كيفاش كنت باش تغرق في ما نعرفش شنوا وخرجت منها مهدي في الشعره من العشينه تو فهمت. اوه طب شو قعدوا راجعين بالدويري كهو ما يحكيو في توصي اجا نسيبوا شيء ظهر لي عنا ما نحكيو في ما اهم ما مشروع اللي باش نعملوه نكبروه مع بعضنا ان شاء الله. صدقني اللي صار هذا الكل ما يقعد منه كان لك ليه. منين ما تبرولنيش بكلمتين، مشروعنا نكبروه ونطوروه ونعرسوا، اما احكي لي ايش صار. ما صار حتى شيء اخي، لازم نعملوا مشكله احنا توا. تيراني هربت على خاطرك، راهو انا هذا كله عملته على خاطرك انت. نهار الخطبه نتاعي شنو صار على خاطر شكون هذا الكل؟ ايمان ما عندها علاش باش تصير المشكله، كان تحكي لي انا طالب منك باش تحكي لي هكا، وكي تحكي لي ما تصير حتى مشكله. هيك تعيط يا اخي شبيك؟ نعيط خاطرك انت ما حبيتش تحل فمك وتتكلم، تكلم باللي باش تطلع الحكايه راني ما نعمل لك شيء راه. باهي باش نحكي لك كل شيء ما على شرط. تقعد حياتك كيما تعاير فيا باهي. المعلم ما حكيت ليش كيف فسعت بيك تصرف وتكسر في راسك وفي الاخر قطعت. يا ربي سيب علينا ابو العز، تيلي تعمل معاه البي اقسم بالله يرجع لك كذا من الخير. وانت بالك شو انت عرفتها بالجمعيه الخيريه صاحبي، عرفتها بيكون اقسم بالله العظيم ريتو الشيل حذاك اللي رجعت له. كل عادي عدي بها نهايرين وبعد طيب يبعث لك الكلبه تجيني واحده واحده وانت تشوف وقتها الرجال صاحبي ايش بتعمل. يا زين وريني يقول صحيح انا كنت غلطه معاك برشا على الاخر زاد، اما المراه الحره يا مين باللي باش تطيح بها الدنيا عمرها لا تخمم باش تبيع روحها. خفت منك والبيت اللي كنت تتبع فيهم هزوين اقرب ثنايا حوك ربي ستر استر انت وكمل ثنايتنا على بيس خمدون. امي لاباس اش بك التوفي فرشك ما قمتش؟ لباس بنتي الدواء وفالي طو حقني راني شربت الحربوشه الثانيه. يا اخي مش شيلك الدواء نهار ينظمها تشدني جمعه كاعو هذاك. ويا امي علاه ما حطيتليش في بالي من قبل نسيت. باهي باهي يا امي مش مشكل تو نتصرف انا في كل شيء، خليك المهم قويه وما تخمم في حد شيء. فطرتش؟ الحمد لله يا ربي فطرت. تحط شيء في بالك. الو الو وين؟ هاني في الدار. انا باش نجيك توحشتي بيك. باهي انا نستنى فيك. باهي بدل الدبشة ونجي. يا مش حلفت لي برحمة بوك ورحمة امك باش تبطلها؟ شنو هو هذا؟ المحلول لقيته مانيش باش نبطل وعمري لاني باش نبطلها، كيف ما انت عمرك لك باش تنسى البلاصه اللي مشيت لها وخدمت فيها ولا كنت باش تخدم فيها ولا سوالف. شنو؟ شو مخك خامج يا اخي انت؟ زعما كان جيت انا عملت حاجه ولا صرت حلف يجي ما تجي يخطبني؟ البلاصه مشيت لها معناها تتسمى كلمه واحده. قولها قولها ليه قولها؟ قولها.
تفضل على الجي. والله اللي تحشمها والله انا جيتك امي وفين هالدواء وهي مستحقته على الاخر وما عندش فلوس. بلكاش عندك 10 ليرة زيد ولا عمرك باش تولي راجل. تعودها لسانك هذاك نقصه انا برق لي بمنظرك روح برو. سامحني مهدي بالرسمي لا سقطت معاك وقتها اما كيف كلمني تفكرت ايامتنا القديمه وعز بيا في بالي بالحق باش تصلح تصدقت تصلح دير الكلب حطوه 40 يوم طلع شو شكون يعني علاش جيتني من الاخر مهدي امي وفين فين هالدوايا نسيت لي احنا ما عادش مع بعضنا مهدي ماك تعرف امي كانت تشوبش الدواء شنو نجم يصير فيها بيه مش على حاجة ولا على خاطرك انت يا عم على خاطر امك سهلا. أهلا عزيز بابا. مشوت لما مش بلاس في هير يا بيه. حاشي لك يا قاضي عزيز وسلام ترجعني. سلام فيك. أنا ما نقدر. حاشي بستين دينار ونرجعهم لك ولا سلام. 60 دينار. ولي تسيبه 5 ليرة في جنيه لك الدكان وقال. فماش حتى حل. بغبر يدخل. الو وي مات يا عندي لك خبر يا سوينا تلفزه ها يا ولدي خباير مشوت قطع عليه على لبس يا نستنى فيك ما تطلعش يا ايه يا لوليه حذر لي الواحد 14 وانا بتاعك يا بنتي مهدي مش مهدي انت يا مستحقه فلوس وانا جيت بش اسمع اول مره ثلاث مرات وانت الحقيقه مره واحده هاكي جبتها انا معايا راجل الحقيقه حتى مره في ضربيات من فوق لفوق دوليد شكون باش يدخل للريك إيراز يتسي قارب مش تعمل لن؟ بعثتني أختك اللي وش عليك لولي طوط قبله في الحوم جيت فرق في العصفور ما تحشمنيش خاف أخوك إيراز إيراز شو يقول دي الدوامة تفهمنا عليه شو تمام برق صح عليك عايش عايش نبتي ناحش بكي تلبس هذاك اش مزيل عاد يا اخي حلال عليهم وحرام عليا دفع فلوس راهو مش كروية ولا بالك هما 3 رجل مني يجي عم ازدين يا اخي وينهم البنات تاع المره اللي فاتت يا دي بالله بري بادي نقصك انت يا انا مش مروح اضربني عم ازدين اضربني باش ما عادش نرجع للبر هذا جمل والله غول ها راجل برا انت عندك
امي يا امي سامحني راني ما جبتلكش الدواء. امي حصلتش عليك برشا مشاكل غادي خلوني وبليجي عليا نبدل مملكه يا اخي سيدنا لا تطلب لا تسال حتى امك توفيت ما جيش للدفينة حاولت نجي نهار الفرق اما ماك تعرف كورونا هذه اول طياره خلطت عليها باش نخاف هاك سمعت بامك ماتت ما عرفتش باش ماتت في بالي ما خديتش توح علاش ما بعثتش فلوس علاش ما عاونتش علاش خلتها هكا صافينا تعرف امي امبوسيبل تقبل بفلوسي وانا امبوسيبل نتجرى نعطي منهم فرنك بربي سايب فلوسي كي ما تعاونش بهم احنا شكون باش تعاون بهم يا اخي توا اللي صار صار انا جاي نصلح كيفاش باش تصلح جاي باش نزلك معايا لفرنسا ونبداو حياة جديدة ان شاء الله امي تسامحني على اللي صار شبيك ابو العز داخل بعضك ومش قبل بعضك جنبك يا اخي شن دخلنا نحن يا ابو العز انت ما يجي خدمه تخليت الفلوس ولا وقت على اخي احنا اقتلناه هم مدينين الفلوس هذه الفلوس هم فكهم ولا تصرف وانت كيف عرف؟ انا ما التاكسيستي وتهمتي هو دعوه قلت لك والله قلت لك محيرين وما يدور على هذاك الكلب ترد فيه يا ابو العز ليه ولا ليه؟ مينيش في ساحة أسدين مالا مو مالا بلا سهولة هاك مزيد كيف انتي؟ ما تبددش؟ بالتقس أنا مش متبدد ساعة بركة بيك يا خلي تعيش بترحك يا أسدين أما ما حكيتيش وصال فيك في الطب أنا مش كل شيء أسدين خاطر إيمان أختي حاسسها بحكاية إيمان مشوكة من موت أمها وتفهمني بيه إيه صحيح حزتين تعرف مش عامل معك الخايف حسن شكون فيها مرثيها وشكون؟ صحاب عمدود جاربت لساعة في حاجتي مش قلت لي بطلتها؟
ليه خويا مش ياكل في راسي قسم بالله ما تنظم هذي كان اللعب ايه خويا لكلي دي لدرا ليه عاد براسي مين بقيت ولا العظيم لا تليفونية كلاسيكا مينيش حاسا ايه ينا لكلي دي لدرا خويا صاحبي لو تحب خويا كيفاش انت قاعد ماكش تخدم ماكش تتحرك لأيامات والله جيم خويا تحب تركع جوك معايا قسم برب العزة ورساح في نخمم فيه الموضوع دي هذا نحكيه لك وتحجر وي نعمل عليك يعني مريق لأن الجو كبير مريق على الاخر صاحبي نعرف زبين وبين ونعرف كيفاش انتك تكون زيد شو تكيف اخويا الكل صاحبي ولا الياس اللي يعني بي انت يريد تنوان كيف عشرة من مبعت مياس هذا مش عليك دي نعمل عليك صاحبي راجل يعني ولا مريق لأن ورساح في مريق والله تعرف ساعتك ايه اخويا تنجي الصوت صاحبي زيد لي انا مبوش معاك نعمل لك ولد خومتي اصغر مني اخويا امورك ماشي هي اخويا خلي تحبك تتحرك صاحبي ما نحبكش امورك هكا صاحبي مريقل اخويا لحظه اللي جاي صاحبي اشتغل اخويا حاسبني اخويا بالفلوس مريض ورسح صاحبي من الناس شوف مود لنا مريض لا الحمد لله مريض ليه دي زيش تكيفها صاحبي سلي عني بيه ولا سلي عني بيه برع للتزيينة ويرحم بوك خممت فيها صاحبي مريض الولد حمامتي دور اخوة بلك انا راح طيب يحكي لنا اش عملت في دار عزبية سيكم ما في بالكم يدي صاحبكم غول اقسم بالله الطفلة بكيتها طيب علينا عدو التضافات رم كنترول تحكي بالرسمي مشي بفلوسي رم كيف يمشي تكنتر صاح عزبين اضربني معاش نجيب بدي هنا الغلط اللي كانت بحضيرة يتكلم فيه ما يهزش استغفر الله العظيم يا رب يخليك 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 اسمع امشيوا انتم طول وانا طول ونهبط من هنا وتقابلوا في الحمى نوطه عشكور اجل حسن حسن وين روش بيه يدي فزة سعد شنية فصنة السلعة تفكت صح شنية السلعة تفكت شنو شنية السلعة تفكت فما زوز ولاد على الموتور فكوا لي صح شكون يدي فكك كسك تحكي بالرسمي انت
واحد اللي حصل عطاك السرعه وزي سرقتك. تكلم تخاطفت ما سرقتش. تخاطفت ما سرقتش. تخاطفت منك شو تعملون؟ تاك جير معاهم يقول شكون هو هذا؟ يا مرحبا يا مرحبا نورتوني. جيبوني. الليلة معلم تاعك سمعتنا. شنو المطلوب؟ تسمع الكلام وتنفذ اللي باش نقوله لك الكل. فرش عزيزي يشهد عاد رجال ولدي شبيك؟ شو صار؟ شي تفكرت امي صدقك معناها انا توا شنو هو صايب في خمسة سنة كذب عليك انا هاك تكذب عزيزي احكي لي على كل شيء مش غلطتكم غلطي انا اللي خليتكم وحدكم ما خاونتش لو نجم يصير لكم وقتاش ناوي باش نمشي لفرنسا عن قريب عندي شويه حسابات نصفيهم ونمشيو تي خلي اهل البلا في البلا وهيا نمشيو ما نكونوش خماج ومسخين كيفهم انا كبر مسخ يعني مهدوش وين الساعة؟ فمشاعك مرتضى؟ لا خويا لا فما شيء درت طونس كامل خليت له مراكز للسبيطارات انا باش نزلهم تصور وان شاء الله يلقاه ان شاء الله ربي معاك امين عاش خويا خويا اسقط خلق ربي ما كانت لك المري 530 620 الو شكون؟ خوك اللي تزوج عليها وبعدين كان تحبو يرجع حي مش ناقص لا عين لا ساق لا يدين تنفذ اللي باش نقول لك عليه تو وينو خويا اش عملتولو؟ دار فيك ما حشتكش بخوك ليلي ما تعملو شي هاي نسمع فيك دار عز الدين ماك تعرفها ديجا خوك ما عادش طار عمرو فيها ايه نعرفها حبك تمشي لها تو تطلق الباب محلول ادخل شو عملولي؟ عندك درجين في يدك ازرق الو درجين وتوصل لك القضية ليش بالبيز؟ باهي كملي في يدك تلقاه في الكراج
وين مال؟ لو انت سلم من جيل بعد دخلت ولا اختك فهمني بحكي لي شنو يصعب. مالو ما يجمع بهنا يا خويا خلينا نمشي نسقري في المسرح على روحنا. عايشة عايشة فهمت عايش حاولوا فينا كي وكيفاش محذوك انت لال حتى البلاصة اللي كنا فيهم ما نعرفوش عليها وين مرتضى من سين خالد ليش متفاهمي فاش تعمل لالا لا فيك لا فهمت لحكي لا فهمت فاش تعمل يا اخوي يا اخوي انا جبت على مستوى واحد من الفندق. انت خويا الحمايه. انت تعرف ليش تبغى. انا معاك. لكن فهمت.